عليكم أبنائي، عدنا إليكم مع تكملة لنص وصف صديق الذي بدأناه مع الكاتب عبد الله بن المقفع، الذي أراد في هذا النص أن يوضح صفات الصديق ولماذا هو يمدح صديقه ولماذا يعتبر هذا الصديق له مكان عظيم عنده. احنا بدأنا يا أبنائي وضحنا الفقرة الأولى، هنبدأ الفقرة الثانية وهي: وكان خارجا من سلطان لسانه فلا يقول ما لم يعلم ولا ينازع فيما يعلم، وكان خارجا من سلطان الجهالة فلا يقدم أبدا إلا على ثقة بمنفعة، وكان أكثر دهره صامتا فإذا نطق فاق الناطقين. دي الفقرة أبنائي رناها قبل ذلك، وعرفنا بعض من الكلمات المفردة لهذه الفقرة. فكلمة خارجا من سلطان لسانه أي أنه عاصيا لا يطيع نفوذ وسيطرة لسانه، أي أنه هو الذي يتحكم في لسانه ولا يترك لسانه يتحكم فيه، فكان لا يتحدث ولا يتكلم إلا بما يعلم، ولا يتحدث إلا بما يفيد. لا ينازع أبنائي أي لا يجادل. خارجا من سلطان الجهالة أي المقصود عاصيا لا يطيع نفوذ الجهالة وسيطرة الجهالة. والجهالة أبنائي هي الإفك والباطل والبهتان والضلال. ثقة هي حجة وسند وعماد. فاق أي امتاز. لو بصينا أبنائي لبعض الأسئلة التي وضحناها قبل ذلك، وهي لو جينا نحط عنوان للفقرة دي: الصفات التي يتحلى بها الصديق ورفعت من مكانته في عين صديقي. يبقى هنا أراد عبد الله بن المقفع أن يبين لنا الصفات التي يتحلى بها صديقي ورفعت من مكانته عند عبد الله بن المقفع. عبارة أبنائي كان خارجا من سلطان لسانه، لو جينا نحللها أي نشرحها ونوضحها، المقصود أن صديقه لا يتفوه ولا يتكلم ولا يتحدث إلا بالمفيد، أي أن صديقه يتصف بصفة وهي صفة الحكمة والتريث والتعقل، أي أن صديقه لا يتكلم ولا يترك لسانه يسيطر عليه، فهو الذي يسيطر على لسانه. وقد وضحنا وقلنا أن النبي أجاب عن معاذ بن جبل عندما سأله: هل محاسبون يا رسول الله بما نتحدث وبما نتكلم؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا بسبب حصائد ألسنتهم، يعني بسبب ما يقومون بالحديث والقول به. فهذا الصديق وهذا الصاحب كما وصفه عبد الله بن المقفع صديق يتصف بالحكمة والتريث والتعقل، لا يدع لسانه يتحكم فيه بل هو الذي يتحكم فيه لسانه. سؤال آخر أبنائي بيقول: فلا يقول ما لا يعلم ولا ينازع فيما يعلم. اشرح هذه العبارة ووضحها. العبارة هنا أبنائي توضح لنا أن صديقه كان قليل الكلام، لا يتكلم إلا فيما يعلمه، ولا يجادل لأنه لا يتكلم إلا للضرورة. يبقى هذه العبارة أبنائي وضحت لنا صفة أخرى من صفات الصديق، وهي أنه صديق كان قليل الكلام، قليل الكلام، لا يتكلم ولا يتحدث إلا فيما يعلمه، ولا يجادل ولا يناقش لأنه لا يتكلم إلا للضرورة فقط. سؤال آخر أبنائي في هذه الفقرة: صف الصديق في حال الصمت والنطق. احنا عرفنا أبنائي أنه هو الذي يسيطر على لسانه، أي يتحكم في لسانه ولا يترك لسانه يتحكم فيه، فهو إنسان حكيم متريس عاقل، إنسان قليل الكلام صامت في الكلام الذي لا يعني، يعني الكلام لا يعنيه يصمت ولا يتحدث لا يجادل، ولم يطلب ولا يطلب الحديث إلا إذا تحدث، فإذا تحدث وأراد أن يوضح أفحم خصومه، أي أن حديثه يكون بفائدة عظيمة ونفع الناس بحديثه لكثرة علمه وحكمته. فهو إنسان حكيم، حديثه حديث واضح مفيد
نافع لمن يسمعه، وإذا دخل في جدال لا يجادل إلا إذا كان متيقنا مما يقوله وأفحم خصومه. ننتقل أبنائي إلى بعض مظاهر الجمال في هذه الفقرة. كان خارجا من سلطان لسانه، هنا كناية، وقد وضحت قبل ذلك أبنائي أن الكناية هو اتيان باللفظ، ولكن لا أقصد هذا اللفظ، ولكن أقصد المعنى الذي وراءه. فكلمة كان خارجا من سلطان لسانه كناية عن صفة الحكمة، كناية عن صفة وهي الحكمة والتريث والعقل. المعنى أبنائي في هذه العبارة هو الحكمة. الدليل على ذلك أنه لا يدع لسانه يتحكم فيه، فهو الذي يسيطر على لسانه. سر جمال الكناية أبنائي الأعزاء كما قلنا ثابت، الإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل في إيجاز وتجسيم. يبقى هنا أتى بالمعنى وهو الحكمة والتريث، والدليل على ذلك أنه كان يتحكم في لسانه ولا يترك لسانه يتحكم فيه. ننتقل أبنائي الأعزاء إلى الفقرة الثالثة من هذا النص. كان يرى مستضعفا، فإذا جاء الجد فهو ليس عاديا، وكان لا يدخل في دعوة ولا يشترك في مراء ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا عادلا. لو بصينا ابن الأعزاء للفقرة دي بتوضح لنا كذلك مجموعة من صفات الصديق، مجموعة من صفات الصديق. الصفات هنشوفها من خلال بعض الأسئلة، ولكن تعالوا أبنائي نشوف بعض المفردات التي وردت للكلمات الصعبة في هذه الفقرة. فكلمة الليس، الليس أبنائي هو الأسد، وجمع كلمة ليس ليوس. دعوة هي الشكوى، والمقصود به قول يطلب به حق، أي الإنسان يرفع دعوة، أي يرفع أمر للمطالبة بحق منين؟ من حقوقه. وجمع كلمة دعوة أبنائي دعاوي. كلمة مراء أي جدال، وكلمة بحجة أي الحجة هي الدليل والبرهان. تمام، دي بعض الكلمات التي من الممكن أن يصعب عليكم فهمها في هذه الفقرة الموجودة عندي في النص. تعالوا نشوف أبناء الأعزاء بعض من الأسئلة على هذه الفقرة لنعرف بعض من الصفات التي أراد عبد الله بن المقفع أن يوضحها لنا في صديقي. فلما نقول أبنائي رآه الناس بغير حقيقتي، هل كان مثلما رآه الناس؟ وضح ذلك. يعني في النص ذكر لنا عبد الله بن المقفع بقوله كان يرى مستضعفا، ويرى أبنائي هنا فعل مبني للمجهول. طبعا لو بصينا مين اللي بيرى هنا؟ صديقه. ومين اللي بيرى أبناء الأعزاء؟ الناس. فبنسأل سؤال، رآه الناس بغير حقيقته، انه رآه مستضعف، فهل كان الصديق مثلما رآه الناس؟ تعالوا نشوف أبنائي هل فعلا كان مستضعفا، ام كان رؤيته بهذا الشكل لها غرض ما. اول حاجه أبنائي رآه الناس بغير حقيقته، فهل كان مثلما رآه الناس؟ لا، لم يكن مستضعفا كما يراه الناس، بل كان متواضعا. يبقى هنا الصفه ليست صفة ضعف، ولكنها صفة تواضع، حيث كان صديقه متواضعا. والدليل على ذلك أبنائي الأعزاء إذا جاء الجد، أي أتى وقت الشدة والمحنة، تراه ليس، تراه أسد في الشجاعة والقوة. يبقى الرؤية هنا رؤية ليست كما يراه الناس عليها، الناس تراه مستضعف أي ضعيف، ولكنه لم يكن كذلك، بل كان متواضعا. والدليل على ذلك أنه إذا جاء وقت الجد وجدته ليسا في شجاعته وفي قوته. يبقى هذه الصفة هي صفة تواضع وليست صفة ضعف. سؤال آخر أبنائي، إذا ألم به أمر كيف يظهر؟
كما قلنا أبنائي، إذا جاء وقت الجد أو ألم به أمر يظهر كالليث كالأسد في الشجاعة والقوة والإقدام، يبقى صفة عظيمة وليست كما يراه الناس بها. ننتقل إلى سؤال آخر أبنائي، علل استخدام الليث في وقت الجد. لماذا استخدم الكاتب كلمة الليث في وقت الجد؟ الليث أبنائي الأعزاء أو الأسد يقدم ولا يحجم، يتقدم ولا يتراجع ولا يهرب، فهو يظهر الشجاعة ويظهر القوة والمروءة والبطولة. فأراد عبد الله بن المقفع بوصف صديقه بالأسد لكي يكسبه صفات الأسد في وقت الجد. فالأسد في وقت الجد لا يتراجع ولا يهرب، بل تظهر شجاعته وقوته ومروءته وبطولته. وأراد بهذا الأمر عبد الله بن المقفع أن يكسب صديقه هذه الصفة. سؤال آخر أبنائي، هل تراه يكسر الجدال؟ علل لما تقول. يعني صديقه كان كثير الجدال، واذكر السبب ما تقوله. أول حاجة أبنائي، وضح عبد الله بن المقفع أن صديقه كان لا يكسر الجدال، ولا والدليل على ذلك أنه لا يدخل في دعوة ولا يشترك في مراء إلا إذا كان متحققا من أنه سوف يحقق نفع ومكسب. سؤال آخر أبنائي، متى يقدم الصديق حجته؟ متى يقدم الصديق حجته؟ الحجة هنا أبنائي كما وضحنا هي الدليل والبرهان. كان يقدم الصديق حجته عندما يرى قاضيا عادلا يفهم قضيته، وكان هذا القاضي فاهما للقضاء، وكان الصديق يرى شهودا عادلين. يعني الصديق لا يتكلم بالحجة والدليل إلا إذا رأى اثنان، قاضي فاهما لقضيته وللقضاء، وشهود عدول أي يشهدون بالعدل. في هذا الوقت يقدم الصديق حجته. نشوف مظهر الجمال أبناء التي وردت في هذه الفقرة. كان يرى مستضعفا. كلمة يرى مستضعفا أبنائي زي ما قلنا هي ليست صفة الضعف ولكنها صفة للتواضع، حيث أراد عبد الله بن المقفع أن يوضح أن صديقه كان يتصف بالتواضع. فكلمة يرى مستضعفا كناية عن تواضعه. وسر جمال الكناية أبنائي والإتيان بالمعنى مصحوبا بالدليل. جاء الجد، جاء بمعنى أتى. الجد يا أولادي اللي هو وقت الشدة والمحنة والضيق. وهنا أبنائي فيه استعارة مكنية، والاستعارة أبنائي وضحنا في الصف الأول أن الاستعارة هي تشبيه ولكن حذف أحد طرفيه. فالاستعارة المكنية تشبيه حذف منه المشبه به وأتى بصفة من صفاته. فهنا أبنائي جاء الجد، شبه الكاتب الجد بإنسان يأتي، وحذف المشبه به الإنسان وأتى بصفة من صفاته وهي الإتيان. وسر جمال الاستعارة أبنائي هي التشخيص. فهو الليث أبنائي، هو الليث، هنلاقي المشبه والمشبه به موجودين، هو مشبه والليث مشبه به، يبقى هنا هنلاقي تشبيه. والتشبيه هنا أبنائي نوعه تشبيه بليغ، حيث شبه الصديق بالأسد ليوحي بالشجاعة والقوة. لا يدخل في دعوة ولا يشارك في مراء ولا يدلي بحجة. هنلاقي أبنائي كرر النفي الكاتب في هذه الفقرة، لا يدخل، لا يشارك، لا يدلي، تكرار النفي للتأكيد، تكرار النفي للتأكيد، تمام، ليؤكد الكاتب على بعد هذه التصرفات عن صديقي، بعد هذه التصرفات عن صديقي، حيث أنه كان لا يدخل في دعوة إلا إذا، ولا يشارك في مراء إلا إذا، ولا يدلي بحجة إلا إذا.
فكان النفي وتكرار النفي لكي يبعد هذه التصرفات عن صديقي، إلا إذا توفرت أسباب لكي تحدث هذه التصرفات. ننتقل أبنائي إلى الفقرة الرابعة من هذا النص، وكان لا يشكو وجعا إلا لمن يرجو عنده البرء، وكان لا يستشير صاحبا إلا من يرجو عنده النصيحة، وكان لا يتبرج ولا يتسخط ولا يشتهي ولا يشتكي ولا يخص نفسه دون أصحابه بشيء من اهتمامه. هذه الفقرة أبنائي يوضح بها عبد الله بن المقفع مجموعة من الصفات التي يتصف بها صديقه. نشوف بعض المفردات لهذه الفقرة أبنائي: وجعا أي ألما، وعكسها ابتهاج وراحة وانشراح. البرء أبنائي أي الشفاء، والمضاد هو المرض. النصيحة الإرشاد والوعظ، وجمع كلمة نصيحة نصائح. لا يتبرم أي لا يتضجر ولا يتضايق ولا يتسخط، أي لا يكثر من الشكوى. أصحاب المقصود بها إخوانه. اهتماماته أي إعطاء أهمية أو الاعتناء. لو بصينا أبنائي لبعض الأسئلة على هذه الفقرة: هل كان صديقي يكثر من الشكوى واللوم؟ لا، حيث كان صديقه لا يتبرم ولا يشتكي ولا يتسخط. طيب، هل كان صديقه يشكو وجعا للدجالين أو المشعوذين؟ لا، كان صديقه لا يشكو الوجع إلا لمن يجد عنده الشفاء، أي كان لا يشكو وجعه أو ألمه إلا لطبيب واعي يفهم هذا الألم. هل كان صديقه يستشير الحمقى؟ لا، الدليل على ذلك أنه كان يستشير من يجد عنده النصيحة والهداية، أي كان يستشير أولو الألباب والحكماء فقط. سؤال آخر أبنائي يوضح به الكاتب صفة من صفات صديقه: هل كان يخص نفسه باهتمامات دون أصحابه؟ طبعا صديقه لا يخص نفسه باهتمامات دون أصحابه، أي أنه كان يحب لأصدقائه ما يحبه لنفسه، كان يؤثر أصدقائه على نفسه، حيث أنه كان لا يخص نفسه بشيء دون أصحابه، لأنه كان يحب صديقه وكان يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، لأنه كان يحب الإيثار أي تفضيل الصديق على النفس. بعض مظاهر الجمال لهذه الفقرة أبنائي الأعزاء: وكان لا يتبرم ولا يتسخط ولا يشتهي ولا يشتكي. كما قلنا أبنائي، تكرار النفي ليؤكد أن عبد الله بن المقفع يريد أن يبعد هذه الصفات عن صديقي. والأفعال المضارعة تفيد التجدد والاستمرار، ونفيها ليفيد نفي هذه الصفات عن صديقي. لا يخص نفسه دون أصحابه بشيء من اهتمامه، كناية عن إيثاره وحبه لأصحابه، فهو يتصف بصفة الإيثار أي حب الصديق على وتفضيله على النفس. بكده أبنائي نكون قد قمنا بتوضيح الفقرة الرابعة والأخيرة لهذا النص، وبنطلع من النص ده أبنائي بفكرة عامة، وهي أن عبد الله بن المقفع أراد أن يبين صفات وأخلاق صديقه، أي الصديق المثالي الذي يجب أن نعتبره النموذج للصديق الذي نرتجيه ونريد أن نختاره لنا في الحياة، من خلال أن بين لنا عبد الله بن المقفع الأسس والمعايير التي على أساسها سوف نقوم باختيار الصديق المثالي. وبكده أبنائي الأعزاء نكون قد قمنا بتوضيح الصفات التي أراد عبد الله بن المقفع في نص وصف صديق أن يبينها لنا أنها صفات موجودة في صديقي، وهذه الصفات أراد بها عبد الله بن المقفع أن نتخذها صفات
تتوافر في أصدقائنا في الحياة لكي نتحقق أو يكون لدينا أصدقاء مفيدين لنا، كما أراد أن يوضح، لأن كما قلنا الصديق مرآة لصديقه، والصديق هو الذي يرفع صديقه بأنه يوضح له الصفات الحسنة لكي يتمكن أو يثبتها فيه، ويبين له المعايب والعيوب والمساوئ التي فيه لكي يبتعد عنها، لأن الصديق هو الذي يكون المرايا أو المرايا التي يرى بها صديقه. وبكده يا أبنائي الأعزاء نكون قد قمنا بتوضيح النص بكل مشتملاته من مفردات وشرح ومظهر جمال. أرجو أن نكون قد أفدتكم، وأترككم في رعاية الله وأمني على موعد مع لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.